أول إشي بدنا نعمل إنه نحط زيت، أي زيت بزبط، يعني زيت اللي بنباع بالسوق أو حتى زيت الزيتون، أو يعني زيت الزيتون حتى للأطفال يعتبر بالضبط، يعني إحنا كمان بالكالتشر تبعنا بدهنوا زيت زيتون بزبط للأطفال، فيعتبر منيح. أي زيت بزبط إنه بنحطه على الإيد بهاي الطريقة شوي مش كتير، وبنفركه عشان يتفى. لازم يتفى الزيت، صح، لأنه بلاش إنه الطفل يبرد، صح. وطبعا درجة حرارة الغرفة لازم تكون مناسبة للطفل. وبعد هاي الطريقة بنحط الإيد على المعدة وبنستنى لهيك يتأقلم مع حرارة الزيت والزيت على بطنه والإيد تدفى. وبنبدأ بهاي الطريقة، بننزل هاي الإيد هيك، واللي بعدها بهاي الطريقة. هذا من كل البطن ولا تحت السرة؟ من تحت القفص الصدري. تحت القفص الصدري بالضبط، يعني من هون فوق السرة بشوي. أوكي. هاي بنسميها ووتر ويل، لأنه هي زي تقريبا العجلة بالضبط. فهي بهاي الإيد هيك، بهاي الإيد هيك. كم مرة تقريبا؟ يعني بنعملها أكثر من مرة، يعني 5 مرات ممكن. أوكي. نقول بهاي الطريقة. حلو. هلا بعد هاي بيكون هو تعود على الزيت، تعود على الحراره، معدته بلشت هيك تمشي وتتعود على الحراره. هلا عاده معده الاطفال ومعده الكبار كمان بمشي فيها الاكل والاشياء بطريقه كلوك وايز، يعني مع عقارب الساعه، يعني بتمشي بهاي الطريقه. فاحنا بدنا نعمل مساج يمشي مع عقارب الساعه. فبدنا نتخيل انه هون عندنا الساعه 12، هون 3، وهون 6، وهون 9. أوكي. أوكي. رح نعمل إشي اسمه سن أو الشمس، اللي هي بدنا نتخيل إنه من الساعة 7 بالإيد الشمال لازم تكون، بنطلع هيك بهاي الطريقة وبننزل لنوصل نرجع الساعة 7. يعني مع عقارب الساعة. بنعمل دائرة مع اتجاه عقارب الساعة. بالضبط، مع اتجاه عقارب الساعة بنعمل دائرة. هلا عنا كمان بوزيشن او كمان حركه اسمها المون، هي من الساعه 12 خلينا نفترض للساعه 6 الصبح. فبدنا نعملها بهاي الطريقه، جهه واحده بالايد اليمين. بالجهه واحده، لانه عاده الغازات بتتجمع هون، الغازات عند الطفل بتتجمع بهاي بالجزء الشمال من جسمه. هلا اول شيء بنعملهم واحده واحده، بعدين رح نعملهم مع بعض. مع بعض يعني هيك، اول شيء هاي، بعدين بتيجي هاي هون. اول شيء هاي، بعدين بتيجي هاي هون. بدنا نمسك الطفل من اجري بهاي الطريقة، بالاجرين التنتين، ونحاول هيك نهزه من تحت. يعني ممكن الهز او الحركة تحرك شوي الامعاء من هون. بعدين نفس هدول الاجرين بناخذهم نطعجهم لجوا بهاي الطريقة. اوكي. فبتصير بنسميها ني بريس، لانه احنا عم نضغط الركبه لجوا على المعده، فبتصير هذا الضغط عم بضغط على المعده، فبيساعده انه يطلع الغازات من تحت. دائما بتصير انه بيطلعوا الغازات اول ما تنعمل. بس المهم انه الاهل يضلوا ماسكينها لمده 5 ثواني. 5 ثواني يعني بدها تعد 1، 2، 3، مش على طول، مش كبسه زر. بالضبط، مش على طول، مش انه اذا هيك خلاص طلعوا، لا، بدنا نعد للخمسه. أوكي. نرجع نرجعه، نقدر نرجع نعيد الحركه كمان، بنعيد الحركه كتير، يعني 5 ثواني لكل حركه، وبنعيد الحركه، بنعيد الحركه. كمان من الجهه الشمال، لانه دائما الغازات بتجمعوا من الجهه الشمال، رح نكتب الحرف اي بهاي الطريقه. أوكي. فبنعمل هيك اي. اها. اوكي، بنحاول نعملها 3 مرات لانه هون الغازات بتجمعوا. بعدين ال بهاي الطريقه، يعني العكسيه، العكسيه يعني اذا هو بتطلع عليها بشوفها ال بهاي الطريقه، يعني تقريبا من عند القفص الصدري لتحت. بعدين اليو بنيجي من هون وبنعملها هيك بهاي الطريقه، انه اذا هو بتطلع عليها بشوفها يو. حلو. اوكي. هلا هاي الحركه بترجع بتنعاد بس على ليفل اقل، يعني بنرجع بننزل فيها لتحت، يعني نعمل هيك اي ال بهاي الطريقه، بعدين يو بهاي الطريقه. عم ننزل لتحت، عم ننزل لتحت. أوكي. وبنرجع بنعيدها كمان مره لتحت، يعني 3 مرات على 3 اجزاء. ال بعدين يو.